معنا من الجزائر ناهد زرواطي للمزيد عن الجهود الجزائرية لحل أزمة النيجر. تفضلي ناهد. فضيلة، ربما الخطوة يربطها متابعونا بنقطتين. النقطة الأولى هي تصريحات كانت أمس السفيرة الأمريكية هنا بالجزائر عبر إحدى وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، قالت فيه أن موقف أمريكا يتناسق والموقف الجزائري الرافض للتدخل العسكري داخل نيجيريا، والذي هو مع حل سلمي لهذه الأزمة. الأمر الآخر هو ربما الخبر الذي ظهر عبر وسائل إعلام رسمية جزائرية تحدث عن الرفض الجزائري للتدخل الفرنسي أو استعمال المجال الجوي الجزائري للطائرات العسكرية الفرنسية لضرب النيجر. فهذه الزيارة أتت أو هذه الخطوة لوزير الخارجية أتت بعد هذين التصريحين. لما يربطه متابعونا، أولا بأن الجزائر ربما تربط هذه التحركات بالتنسيق مع أمريكا فيما يخص محاولة الحل السلمي للأزمة النيجيرية، والموقف الثاني ربما يربطه أيضا متابعون بأن للجزائر الآن الأفضلية في الوساطة داخل النيجر حتى لا تكون محسوبة على أي طرف، أي أنها ضد التدخل العسكري ضد داخل النيجر، وايضا ربما ايضا مع جانب الشرعيه والعوده الى الدستور مع الرئيس بازوم. اذا هي ضد التدخل العسكري، ضد عمليه الانقلاب، وايضا مع الوساطه للرئيس بازوم. هذين الموقفين كما قلت فضيله. اما اختيار الدول فهي اكيد نيجيريا وغانا والبنين. نعم، البنين نعم. لما لها من ميناء استراتيجي هام يمول النيجر، وايضا نيجيريا الحدود الكبيره مع دوله النيجر، وغانا ربما للموقف المتردد لها من التدخل العسكري داخل النيجر. فضيلة، شكرا. ناهد زرواطي من الجزائر.